الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: قد أفلح من زكاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعده ومن يتوقى الشر يوقه. ففي الآيتين الكريمتين والحديث الشريف دليل على أن الطباع والأخلاق تتقيّر، ذلك أن منها ما هو غريسي فدري جبلي، ومنها ما هو اكتسابي يأتي بالدربة والمجاهدة والممارسة. والحديث في هذه الحلقة سيكون إن شاء الله حول عقوق الوالدين، وذلك من خلال الوقفات التالية: أولاً تعريف العقوق وذم العقوق. عقوق الوالدين ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، وهو قرين الشرك وموجب للعقوبة في الدنيا وسبب لرد العمل ودخول النار في الأخرى. أنا موضوع خطبتين وحكو سابسية هاي والد كار نمرة أما قف كوين النقضة قف والد كي كو أضق أولاد أقماسي آن شرعي أهان يلقن أهان مدن بآن وناك سنين إمك وحيا بها جرة إلا قوض قيلين أيوه عرورتي حافظها لو لم مري لا يحي وحده قاتا وحده سبب وحواه والد كارني مضى وهذه قضية عاد خطر بدن بين كتر عرورتي سيبا للي يردي ومدى نحو قاهيد وحي مريان بدن كودو أنبا إن بدن أو كميدي إن بدن أو كميدي ووناك سيهين وأكوا مساجد كإنك قبضن وحبرشد إنك قبضن بلك خيرك وهي إلا وهي إنك قبضن لكن مركي حمادان أد إيا أد بو خطر بديهين هير وحي مريا اللي يابي هيدا ولبا السيبا حافدين لما أبدك مدين نمبا مركا الله يسكوه ذا دراه وحي مريا هير أدو خطر بدن وحكا لنا ما هو إنتي والدين كاركا هيد أيوم با فراه لقاقو بتايو خاتي لقاتشوغا هير وحي مريا المساجد دا أيوير راق وأيوه سلاة اللقو تري waxa la wixii kabiye karin bayaalay aba bakoorday ayaa ay qaataan si ay ugu dagaal galaan sida ka dhacday masaajidka jamacada isniintii dhawayto oo kala heerkaas ay marayaan wa ubadka guriyahan u bay ka yimaadeen meel kale kama soo bixin wa waalidi kaarnimo aad bay u khatar badan tahay wuxuu kaga soo bilaabayaa ilmahan khariban ee magaaladii laga mari laayay in marka hore uu ka soo qadax qaatay waalidkii والد كأن لا سما فله إلهي كتاب كيسونا وأمري سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى والد كارني ماذا وحب ما الله دقي إلهي والله شريك يا الله أم بقى لي ماذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الله وحب لي الله عابد وهو شريك لنا والد كينا وسما فله وسما فلد والد كمان بدها واجي بريه بين أشتكد هذا السوق عنده waagi bariyaba mid aad dacday amba aad dhibtay inuu is soo hortaago waagi bariyaba inay bilaysku qabtaan oo saldhigyada lagu xiro dambi adigu aad sameysay abaha iyo hooyada loo qabto waxay ka mid tahay waardin kaarnimada ayay ka mid tahay qul ta'ala watlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ilahi marka sa haqqisu kullamaanayna ya haqa walidka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana وأمر لواس آيات صد آيات السدحادوي رسولكنا صلوات الله والسلام عليه وحينوا عدى حقوق والدك أولية وح الرسول كإله يحرم يا باور ربع والد كارل النقضة صحابي قالوا لنتري عبد الله بن مسعود أي وحول الرسول صلى الله عليه وسلم أيام ويدي أي العمل يحق إلى الله تعالى عمل لصميه الله محوج تعليه قال الصلاة على وقتها وحرسولك يقول جوابيوني صلاة دو حلقة دلتك دو وقتك دل إلاليه
قلت ثم أي محاكو حيقة قال بر الوالدين وهي لها يتعلي هاي كل عبادته وحق لهاي الله هاي حين انت والدك أنبأ صمفلتك صمفلت والدك وحق إليهم بر الوالدين لما دا والد صمفشر. قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. مرك على حديث عبد الله بن عمر بن العاص وريه رضي الله عنه وحن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله قلبت وحكم بذا إله الله شرك بينه محو أن لك حكسيي وعقوق الوالدين يا والدك الله أمان والدك إلا نقضى أن بوالدك الله شرف وقتل النفس يا دلك لدل يا نف أن دلك يدو بنانين دلك يدو آنو بنانين نفت لدل يا يد لفتك يدو من الكبائر واليمين الغموس يا دارت بنتا أيضا أنت أتهي والد كار نمدو أما علمو مركو اللي حضوه واحد السبب إياه إن مجتمع إنتو دك لنا أي كبد بعد ويدو هذا الوالد كار يترته وأن نغطو من والد كارة أدقى السبب وقل نقونا يا ماركتي إن آيات كلاكو لانتو إلهي أكتسا على أدوي محاله قرت هذا علمها والد كاركا ila waalidin kaar ku qof walba waalid bulay adigu sidatan jira aya waalidi kaar aad noqon karta waalid ka ayu dhintay markaa xasuusan ba waydo ilaahay u dambi dhaaf ilaahay abaahay u hawiyada u naxariiso ilaahay u dambi wada dhaaf qod abba hadda inoor yihiin aad ka warayn waydo de wax lagaanaysa guldarad mudanaysa waxyaabaha lagu garto calaamadka lagu garto waalidi kaarnimada waxa kamida ibka uhuma wa tahsinuhuma in waalidka laga oohiyo amba lagu rido murugo iyo warwar kaahintoodu maxay tahay magacan baad u qaadaysa murugadaad ku ridaysa maxay tahay waa adigu ba sabab ugu noqonaya amba hadal ku dhib amba ficil adigu aad la timi ha noqdo amba sabab ugu noqo kaari ku dhacdayiba maanta aad la haystaa wuxuu geystay in kaari ku dhacdayiba waxan sameeyay in kaari ku dhacdayii waa waalidka waa aabaha iyo hooyada war ilmaha waxa soo dhono habaari ku socdaan maadiga ka badbaaday abii iyo hooyadii buu cunay aad baa khatar badan tahay waa in caruurta dib tarbiyadoodi loogu noqdo waxyaabaha waalidkaarnimada kamida lagu garto waxaa kamid ah in ilmuhu uu waalidkii canaanto nahruhuma wa zadruhuma hadaa waalidka uu canaanto maxaad leedahay odaygana hadal badan ah islaantana way dhurmaysaa uu way hadlaysaa uu waxyaabaha soo kale xataa inaad cudur kor ugu qaado maaha hadal adag inaad ku tiraahdo maaha ربي وحولي ولا تنهرهما عنانين لبدا الوالد وقل لهما قولا كريما وعرض كنت لهذا هذا التبع سنو وناكسنه أكتب ووالدك واقب ريو إسلام لتشيد يا ذركيس وضي لتشيد يا ذركيس من لبا حفيسك لو كيني من دخرين كيسو أيو حقي والله نارو سلاك يرى حفيسك يقب السكور كريم قل لما تضحي ستعي المها سيما المون نغني محالة قفلين maxaad ka filaysaa ka kaasi dhali doonana maxaad u maleyn doonta wuxu dhalayaa mid isaga cuna adna kugu dara ayu dhalaya waa khair la wayaal waa silsilad musiibo oo isku daba taxan weeye hadaan waalidka dib aanay u eegin tarbiyada caruurta war waalidka dib ha weeyo lama deganaan karo magaaladii lama joogi karo khatar badan baa lagu jira aad baa khatar badan tahay taafufka la diidan waalidka inaad karaahaysatood hoh tiraahdo amba uu ku dhimo waxay ku sheegayaan aba awaamirtooda uf illahu allah subhanahu wa ta'ala uf ha awdana waalidka markay wax ku tira way walaa taqul lahumaa uf wajiga ha ururini oo si qof caraysan oo kale ha iska dhigin dadka qaar kood ma wax arkisa dadka caadiga ah markuu la joogo waa qof bashuusha waa qof waji furfuran oo farxad badan mutabassim ah maaragtay akhlaaqdiisa ay wanaagsan tahay iska ilaaliya hadallada meel ka dhacaya gafafka dadku la macaamilayo inuu ku sameeyo laakiin markuu gurigooda soo galo muxuu noqonayaa inqalaba laysan hasuura arki dabuuru noqonaya libaax nooc kale uu noqonayaa oo dabeecadiisa iyo wuxuu yahay midnaba aan la garanaynin aad bay u khatar badan tahay dadka qaarkood iyagoo ilqoo dha waalidkoodkayaga yaad arkaysa waa waalidkaad nima calaamad ku tusaysa qofka inuu waalidinkaar yahay annadaru ila alwalidayni shazra ama mesela isiga qof caraysan oo kale ilqoo dhu keega amaba sidii quursi oo kale ula macaamalaya aad bay u khatar badan tahay
waxyaabaha qofka waalidkaarka lagu garto waxaa kamid ah al-amru alayhima inuu waalidkii dirtaba kama yaamuru waalidatahu bikansil manzil ee guriga naga soo xaad oo hooyadii 90 jir ah 80 jir 90 jir 40 jir ee guriga naga soo xaad maxaa degu meel weeyda maradi taadir suraakaaga meelo cuntadan ma dhokari waa hooyadii fa hada al-amru la yaliq khususan idha kanat al-um aajisa aw kabiratan aw mariida marbay bukta marbay daatahay marbay waasanaysa amma idha qamat al-um bidhalika bi dawiha wa bi raghbatin minha wa hiya nashida ghayru aajisa fala ba'sa fi dhalika ma'a mura'ati shukriha wa du'a'i laha dhimma laha hadda hooyada kugu ixsan samaynayso wa dhamaan hooyooyinka say yahay naga ino dhaqana inay hooyadu had iyo jeer wax kariso adiga ku maydha maryaha ay ku hagaajiso calaamadka waalidkaarnimada lagu garto waxaa kamid ah intiqaadu da'am alladhi ta'udduhu alwalida wa hadha alamalu fihi mahduran ahaduhuma aybu da'am wa hadha la yajuz فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط إن عجبه أكل وإلا ترك والثاني أن فيه قلة أدب مع الأم وتكثيرا عليها علامات كلاو قرتوا لنكار نمضى وحا كم ذا هو يدو عنتظى يكون كريسي إن أتلا ذا وحا نوامحا نقلت من حليك بوحس مو بسمع وقيري وحا صورني laba arimood oo khatar badan baa ku jira wa mare cuntada nabiyullaahi muhammad (alayhi salaatu wasalaam) marka loo keeno mu ceebayn jirin ma caba ducaama qad waligi cunta loo keenay ma ceebayn rasuulka in acjabahu akal wa ilaa taraka hadduu cuntada ka helo waa uu cuni jiray haddii kalena uu iska dayn jiray bas talabaad qofka soo diyaariyay cuntadan markaad cuntadii dhaleecaynaysa sixniga tuurayso waxaad ogaataa waxa ku jirta edab la'aan iyo akhlaaq la'aan wa maca dalika hooyada markay tahay soo hooyaday waa basari soo maaha hooyaday hooyo basari baa tahay bay ka dhigantay war bal dullinimada intaa leegeg dullinimada intaa leeg qofka ku kici kara ka dhalan karta waa iyo waa inaad iska fadhiso hooyo anaga maryahayga maydho bal caddaada maydho oo shaarkaaga iyo surwaalkaaga maydho oo qolkaaga xaado oo sarirtaada goglo haddaad hooyada ixsaan kugu samaynayso hooyo allaha ku barakeeyo hooyo waad mahadsan tahay dheh waxyaabaha waalidkaarnimada lagu garto waxaa ka mid ah ilmuhu inuu waalidkii caawin waayo marka uu guriga joogo waayaad guriga la habayso la xaadho cuntada la diyaariso bale waxaa iska dhici karta inaad u aragto inaad nin raga taho qoodho oo foolxumo ay kugu tahay caawintaad hooyada caawinaysa hablaa laftoodii hadaahunna allah taraa ummaha tucaani wa tukaabidu alcamala daakhila almansil falaa tuciinuha habla badan baad arkaysaa qolka iska fadhiga sayloon baa ku socda waa tifigan moogta waa tilfishan waa bahalkan moobilka sayloon baa igu socday waa iska jiiftaa hooyadeedna way shaqaynaysaa بل إن بعضهن تقضي الأوقات الطويلة في محادثة زميلاتها عبر الهاتف تاركة أمها تعاني أيضا هوشة مشكلة لا أيضا كيسام أكت والد كوين لقيمة يوم وحلو وحلنا هايستم قال له وارطي وحوالي يا والد كاروي والد كوين لدى قيسته وإن هذا الكلا قترين وإن وحي كشيغان لو غادن بين مثل بعد مغرسة هو يدكله ee qarraacda nagada qarraacda waa musiiba moogta waa beenta hadda qarraacda inuu sheegayo waa been hooyadiiba ku leeyahay beena lay baata amba aabihiiba ku leeyahay war may xalkee maxaa gacmaha idin ku jira caruur miya haysaan wax la wax faraa idin ku jira ma jira aad bay u khatar badan tahay waxaan ad ogaataan hoombarali waxbay soo wadaa buun hoombaro hoombarali waxbay soo wadaa caruurta laga waashay ee magaalada loo mari laayahay waxaad ogaataa waxay soo wadaan waxa wax ka daran bay soo wadaan soo socota caruurta waa in la waaniyo waa inu wacdino waa in iskuulada lagu waaniyo daabuurka intaana gelin culimo iyo dad caqli leh iyo aqooyaha dad wax garada intaba inta laysu urursado waa in caruurta wax loo sheego caruurta haddii laga fogaado daayartii oo iyagu isu gaar noqdaan iyo way ma tegayaan caruurtiinne caruurteennii in badaa liqday way tarhiibeen saharaha lagu haysta boqolaal
waalid baad arkaysaa oo eeya waxba ma hayo bariiskiisii buu raadinaya mid aan qaangaadhin baa ka tariibaya Itoobiya maraya haddana soo dirin la sii dayn maayo Suudaan baa lagu haya saylad kale la sii gelinaya mid kale Liibiya Ashtaabiya lagu haya daraa baris baa lagu haya tiri waxba maqlaysaa un moogta waalidkii oo dayndayday ayaad arkaysaa waad ka naxaysaa moogta waxa la waxayaa ma jirto waa guuldarro maanta taagan moogta waxaan odhan waxay ka imanayaan tare ka imanayaan aad baa khatar badan tahay waxaan waxay soo wadaan wax kale ayaa soo socda hadaan la joojin carruurtana waa inaan laga fogaanin moogta waalidka arrimada calaamad kale ugu garto waxa ka mid ah qofku inuu tixgelin waayo ra'yiga waalidkii uu la tashan waayo oo waalidkii waxba waydiin waayo arrimba waydiin maayo hadduu guursanayo uu dul keenayaa hadduu haweenadiisi furayo waa la mid gurigu iskaga baxaya halkuu doonuu degayaa saaxiibadu iska raacaya iyo wixii la mid mararka qaarkood waalidka arrimada waxa ka mid a guriga markuu soo galayo idaba ka dalbi maayo istidaan tarku istidaani xaala dukhuuli calayhima وهذا مما ينافي الأدب معهما فربما كان أو أحدهما في حالة لا يرضى أن يراه أحد عليها أبها أيه يدا قل كي كتنا أنت ضف نسك صوت هذا ما حدك لو كل بكرتا صوح لماها وين تقول هي كرا عضو ما سوق لا وين أتلا هدوي السلام عليكم قو 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 السلام عليكم ما سوق لا وين أتلا هدوي لكن هو أقل كيني يضف نسك له هو يا كتنا ما حدك كرتا حالة دارك علينا نظرك تيري كسو أنتها aabaha kale xaaladan jiclay inuu ku sugan yahay waa la ilaalisay waxyaabaha waalidkaarka lagu garto waxa ka mid ah isaarada mushkilati amamahuma hadii jiraa qofku inuu qasuna abuuro labada waalid hortooda ama guriga markuu soo hedo carruurti la dagaalamaya ama haduu reer leeyahay reerkiisa la dagaalamaya waa waxyaabo noocaas marka barakallahu fiikum waxaanu ku jiraa xaalad aad u khatar badan xaalad adag weeye ogow haddaan xaaladaha laga hortagin oo aan carruurta dib loo waarin oo aan loo ducaynin oo aan la dejin waxa aynu arkayna wax ka badan imika waxay maraysaa un mobile baa iga qaade xataa habeen dhawayto wallahu aclam maruma hayo wax kalaaba la sheegsheegayay moogti wax kalaaba la sheegsheegayay oo inabuu baynu ogeyn hablana lagu dar baadhasho bilaabay moogi inay dhab tahay laakiin dad lagu kalsoon yahay baa ii sheegay aad baa u khatar badan tahay ogoobay labada habeenay baarashada ugu badan tahay ma taqaanaa ee moobilada la qaato waa habeenka khamiista iyo jimcaha wixii lagu qayin lahaa baa la raadinayaa khamiista iyo jimcaha buu ugu badan yahay dhaca amba dariiqelinta habeenadii aad baa u khatar badan tahay khatar baynu ku jiraa allah ina ilaaliyo ubadka allah inuu hadeeyo aqulu hadha alqawla wa astaghfiru allah li wa lakum innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما علاماتك لو قرت إلمها قفك والدين كاركا وحكم إذا ذم الوالدين عند الناس والقدح بهما وذكر معايبهما إن والدك قفك لليعيه dadka agtooda aanba ku ceebeeyo wuu saaqidaya ama dib jir buu noqonaya maxay bareen buu odhanaya aabaha iyo hooyadii baa waxbay barin iskuulii ma geynin tarbiyadii ma siinin wuu dhaleecaynaya macnaa saaqidnimadiisa iyo guuldarrada uu la yimi ayaa wuxuu dusha ka saaraya waalidkii buu ka saaray alla baa uma naxariisto odhanaya xataa baabaahaynay ku jira waalidinkaarnimada oo nin baa lagu yidhi baalaya arbacada waxaa soo caraaba waa waalidiinta kasii wallahi aabahay nacsiimadiisii baan ogaayo waa mu soo raaci doona waalidiintaas oo carraabaysa waa musiibo waa ma aragtay waa waalidinkaarnimo dhaba weeye aad bay u khatar badan tahay ma ogtahay marka baarakallahu fiikum waxyaabaha waalidinkaarka lagu garto waxa ka mid ah inuu waalidkii caayo amba waalidkii uu nacdalo oo suurtagal ma tahay inuu ilmuhu waalidkii caayo amba waalidkii uu nacdalo si toosay u dhici kartaa isagoo caayad arkaysa amba sabab uu ugu noqon karaa markaad qof kale aabihii iyo hooyadii caydo adna aabaha iyo hooyadaa buu caayaya ka an yashtima alibnu aba axadin min annaas aw ummahu fayuraddu calayhi bishatmi abihi wa ummi markaad ilmo kale aabihii iyo hooyadii caydo adna aabaha iyo hooyadaa buu caayaya
عيد مركا أباها إيهو إيضا بيكود عيسا يوسوب يقول نغريسا عبد الله بن عمر حديثك صحيحة ها الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه ذنوب تواوين وحا كمدة إن قف كل بدي سوالد وعايه صحابة الرسول الله ويلي آمين إن السرطة قلتها إن قف كوالدك عايه ويقادن وعي قيل وهل يشتم الرجل والدي وهل يشتم الرجل والدي أو ننكم أما قف كل بدي سوالد ميوع يا با الرسول كإله إلا قويل ما لبدي السرطة قلبا ما لبدي سوالد بوعاية قال نعم ها وعاية با الرسول كله صلى الله عليه وسلم يصب أبا الرجل فيصب أبا قف به عاية مركز أبيه إسنا عاية دونه ويصب أمه فيصب أمه فيصب أمه مركز أنتو هو يدي عاية كلا أنه هو يدي عاية أباها وحاكو سي مركز لا أباها هو يدي أبو كورن دونه هذا قال السبب يقول نغنى وارد كارنا تهيب قرن وارد كارنا ماذا وحكمنا قف كلينا أبيه هو يدي عاية وطاي كدرته إنو إسنا عاية أباها هو يدي وارد كارنا ماذا كمته بارك الله فيكم إلهي أمتك هينوها قاتشي إلهي هانوني إلهي سبحانه وتعالى أخلاق ذا ونأكسن أمتك الله إنه قصه الضبار الله يوحى نكابر إنه أمتك وإن نقص الليه إلهي سبحانه وتعالى أدقوا أنه هانوني إلهي هين هانوني والد كان الله هانوني إلهي هين قرسي حق أمتك وإن أقول ليه ساي حق إنه قرتان إلهي وحن كبر ينا إن رحمة دقدقاء الله ينصيه إلهي وحن كبر ينا مسلمين تأنت لباتي سن بكتا عن باباهان إنت اللي نقعو سدين ندعو عيني إنت اللي نقعو سنبا إلهي نعافي ما تصيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلهي وحن كبر ينا مسلمين تأنت لباتي سن إدقاء الله دكو سعودان سوريا وكالي أم بشعبك سوريا إلهي وحن كبر ينا مسلمين هاي ستين وعلى ككر قاده اللهم ارفع عنهم ما به من الإحان اللهم ارفع عنهم ما بهم اللهم ارفع عنهم ما بهم من الإحن اللهم ارفع عنهم ما بهم من القتل والقتال اللهم اصلح ذات بينهم اللهم اصلح ذات بينهم اللهم اصلح ذات بينهم وصلى اللهم اسقنا غيثا مقيثا هنيئا مريئا عاما صحا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار اللهم ان بالعباد والبلاد من الجهد والضنك ما لا نشكو اليك ما لا نشكو الا اليك وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين واقم الصلاه